مساء الخير. مشكلة ظهور أصوات بالفرامل، الكثير يعاني من ظهور أصوات بالفرامل، وهناك أسباب كثيرة لظهور الأصوات، ولكن من أهمها عدم وجود الشم. هذه الشم تشوفونها، أنا ما أدري شو اسمه بالعربي، ولكن الشم هذه تركب على الفحمة. للأسف إن غالب حسب خبرتنا ووجودنا في الورش، غالب الورش يتم التخلص منها ويقولون هذه ما له فائدة، وهي لها أساس لمعالجة الأصوات. إذا لم تكن عندك الشم فلا تتعجب من ظهور الأصوات. طبعا هذا الخلفي، فحمات خلفية، وهذه فحمات أمامية. هذه فحمات كامري 2022 لولد عمي، حقيقي والله حرام. طبعا جديدة، هذه من الوكالة، هذه فحمات الوكالة جديدة، جاء ابن عمي وقال نبي نشري من عندكم فحمات، وأعطيته فحمات الكامري، وقلت له أبي الفحمات الأساس أبيها عندي، بسوي له بالمختبر، عندي اختبار لأغراض الجودة. للأسف تفاجأت أنه جاب كيل هذول متخصصين منها الميكانيكية، يعني لو ما جاب عندي مرمية في زبالة. طيب لو ركبتها من غير شم وش بيصير؟ أنا بقول لكم وش يصير. هذه فحمة جديدة، وش بيصير طول العمر؟ راح تركبها بأول يوم، ثاني يوم، أسبوع الأول، أسبوع الثاني، وكما يظهر عندك شيء، ولكن إذا تصلب، لأنه في ملامسة مستمرة راح تكون بين الهوب وبين عجينة الفحمة، ارتفاع الحرارة راح يسوي تصلب، بعد التصلب راح يسوي أصوات. طيب كيف تركب؟ أنا أقول لكم تركب. يعني هذه القديمة، وهذه فحمات جديدة، هذه فحماتنا. يعني يجب هذا الجديد، هذا الجديد، وهذا القديم، يجب على ميكانيكي يعني يأخذ هذه، شوفون، ويركبها عادي. ها خلص، هذه ركبت، هذه الأمامي، يركبها عادي، تشيل من القديم وتركب بالجديد. هم لا، هذه ذبها مثل هذه، شوف هذه كلها مرمية بزبابة، هي والشم وكلها، حتى هذه شفتوا، هذا حق الأصوات، هذه يعطيك انذار، هذه شوف، هذه يعطيك انذار قبل ما تتاكل الفحمه انه فيه تاكل، يجب تغيير الفحمه. حتى هذه يذبونها، هذه تفك المعلوميه من القديم وتركب هنا على الجديد. معكم المهندس عواد الهرماس من فريق جوده مصنع فحمات الصناعيه، بكل فخر صناعه سعوديه.